هذا شنو وضعيتنا نعوم ولا شنو كيف الجو؟ هو فما تحذيرات بالنسبه للشواطئ الشماليه لبلادنا باعتبار انه مازالت سرعه الرياح في مستوى 40 ل 50 كم في الساعه، هذيك علاش السباحه اليوم ما ننصحوش بها وماهيش ممكنه في سواحل بنزرت، سواحل تبرقه، زويره من ولايه بجه، تونس العاصمه، جهه الوطن القبلي، ممكن تاثيرات الرياح باش تكون اقل نسبيا في السواحل الشرقيه لبلادنا، سواحل سوسه، المنستير، الماديه، الشاقس، جبس ومدنين، باش يكون بحر متموج الى مضطرب، والسباحه ممكنه مع توخي الحذر نجم نحكيو على استقرار تدريجي وتراجع فعاليه الرياح بداية من يوم الغد إن شاء الله، هو أجواء صيفية معتدلة كل ما تحمل كلمة معاني ما مطلع الأسبوع القادم تقريبا باش يكونوا معنيين بنسمات صيفية سرعتها ما تتجاوز مستوى 20 كم في الساعة بداية من نهار الاثنين، نهار الثلاثة راح يكون قليل الاضطراب لمختلف الأنشطة بما في ذلك السباحة. المؤشر الإيجابي هو كون درجات الحرارة ما زالت اليوم في مستويات مقبولة، حرارة قصوى باش تبقى في مستوى 28-33 درجة في المناطق الساحلية في المرتفعات في عدد من ولايات الشمال. ممكن تغييرات ينطقوها اليوم هو نشاط الخلايا الرعدية في فترة ما بعد ظهر في المناطق الغربية الوسط والجنوب، هنا بالتأكيد نسميهم الولايات سيدي بوجيد، بقفشة، القاسين، قد تشهد نزول بعض الأمطار المتفرقة لتكتفي أحيانا صبغة رعدية في فترة ما بعد ظهر. أما نجم نحكيو على مؤشرات استقرار تدريجي كما قلت لك في بداية المداخلة بداية من يوم الغد إن شاء الله نردوا بأن صحبة رحلة باعتبار أنه درجة الحرارة إن شاء الله تشهد ارتفاع تدريجي مع مطلع الأسبوع القادم نتجنب أوقات الذروة الحرارية، وربي يعطي موفر الصحة لكل يسمعوا فينا من خلال موجات راديو اي اس. واضح باهي سي محرز، كان نمشيو اكثر في الـ في الـ في التفاصيل، معناها نمشيو لبحورات محدده، انا هي البحورات المحدده اللي ماذا بينا ما ندوروش بهم جمله في الويكاند هذا. بالنسبه لليوم التحذيرات نتاعنا هي سريه مفعول فقط اليوم، اللي هما بحورات بنزرت على غرار سيدي علي المكي، راس سنجله، سيدي سالم، رمال، تبرقه، زوارع من ولايه بازه، تونس، قمرت، رواد، حلق الواد، خصوصا شمال جهه الوطن القبلي، هنا نحكيو على الهواري على سيناء. ممكن سباحه كما قلت لك باش تكون ممكنه في سواحل سوسه، المنستير، المهديه، في ساقس، كبس ومدين، يوم نجم نعوموا وان شاء الله زينه. ما عليك. تم الاخذ بعين الاعتبار بالتحذيرات نتاعنا، نلتزموا شويه حذر، ردوا بالنا وربعتنا كل شيء بالاخر بيان سور الفتره هذه على خير. بيان سور بيان سي محرز، بعيد على البحورات نخموا في العباد اللي ما عملتش بروجرام عندها خدمه في الليل في واحد الطقس في الليل كيف باش يكون، خاطر حسيته اللي بارد شويه بدا يتنسم في الليل وما فماش السخانه اللي مستانسين بها في الصيف. صحيح، هو درجات حراره في مستويات مقبوله ليلا من بين 22-27 درجه تقريبا في الشمال، في الوسط من بين 24-29 جنوب بلادنا. مبدئيا ما فما حتى شيء خارج على المألوفة، بس ممكن نشاط الخلايا العادية في بداية الليل في المناطق الغربية الوسط والجنوب كما حكينا ساعة شوية. أما بالنسبة لبقية الجهات ما زلنا معنيين بظهور مجموعة من السحب القليلة اللي ما عندها حتى تأثيرات، هذيك هي الأجواء الصيفية وهذا هو المعروف على حالة الطقس الفترة. وإحنا رينا زاد في ثلاثة أيام اللي فاتوا فما مطر ثبت، ما نعرفش شنو هي التفسير للمطر في جويليا، شنو اللي صار بالضبط؟ وقت اللي ترتفع درجات الحرارة تتوفر ما يعرف بطاقة الرفع الحراري في الغلاف الجوي، ويميز الوضع الجوي الفترة هذه وبعض التسربات الهوائية الباردة على مستوى الطبقات العليا في الغلاف الجوي، ونتيجة التفاعل هذايا من بين الكتل الهوائية اللي عندها خصائص حرارية حركية مختلفة، هو نشاط الخلايا الرادية اللي ما عندهاش امتداد جغرافي كبير، انما اللي يميز سحب رعدية اللي عادة ما تكون في جويليا وفي اوت هو كونه الامتار تنزل كمية نسبيا هنا في حيز زمني وزيز، تفاوت في كمية الامتار هذه تعكس هنا ممكن حتى مختلف الكميات اللي تتبع المعتمديات لنفس الولايه. الامطار على الارقام اللي تم تسجيلها اوسط الاسبوع الفارط هو 60 ملم في راس الجبل من ولايه بنزرت بكميات ما فاتتش تقريبا 5-4 ملم في المعتمديات الاخرى. ديما نحاولوا نستحضروا على احنا مبدئيا كما قلت لك في نشاط الخلايا الرعديه تاثيرات محدوده جدا، هون نتوقعوا ظهر هذا اليوم في عدد من معتمديات القاسرين سيدي بوزيد قفصه، في بقيه الجهات ان شاء الله باش نكونوا معنيين بسحب قليله لا غير. واضح سي محرز، نشكرك برشا على قبول التدخل معنا على اف ام في الماتينال ويكاند. كان هذايا سي محرز الغنوشي مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي، وين كنا نحكيو على وضعيه البحورات. دونك نعاودوا المعلومه اللي عطاها لنا سي محرز انه البحر اليوم فما بلايص اللي ماذا بينا ما نعوموش فيهم، اللي هي السواحل الشماليه كما بنزرت، كما حكينا زاد على تونس، تبرقه، بيجا، دونك هذوما الكل البحورات هذوما ماذا بينا نبعدوا عليهم. نشكرك برشا سي محرز الغنوشي على
التدخل. انتم زاد للعبيد اللي يحبوا يسمعوا اكثر ولا خلتهم بعد ينجموا يتفرجوا على الفيديو على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام ويناقه. وهذيك المعلومات بعد شويه مستمعينا كما قلنا لكم نعطيكم اهم مسار على الساحه السياسيه في تونس في الجمعه اللي فاتت في الريكاب دو لا سيمين وين نحكيو كيما العاده على عبير موسي وراشد الغنوشي. مقبل هيك نسمع شويه موسيقى عمرو دياب روحي مرتاحه لك على اي اف ام. مازلنا معاكم للعصر نتاع الصباح.